يومي كأي يوم آخر، اليوم وبكرة وبعد بكرة. أنا مجرد طالب في المدرسة يحلم بغد أفضل، يحلم بغد ليكبر، لأن الكبار وحدهم هم المنجزون. وفجأة سجلت في برنامج غايته، ليس لشيء، فقط لقتل فراغ يومي وغدي وإجازتي الصيفية. ولكن أصبح غايته أكثر من مجرد برنامج. تعلمت فيه أن أبسط الأشياء هي الأساس، هي البداية، البداية لرسم المستقبل، هي البداية لحلم أكبر، هي البداية لأفق أوسع، وهي البداية لإنجاز أعظم. تعلمت في غايته أن لدي من المهارات لأكتشف، لأبدع، لأصمم، لأصلح، لأتميز. تعلمت بأن كل ما حولي هو فرصة ليوم منجز، لغد أفضل، لحلم أكبر. تعلمت أن بناء الوطن يبدأ بمهارة وحلم وعمل. تعلمت في غايته مهارات كثيرة مختصة بفهم الذات ومهارات التسويق والمبيعات. لم تكن دروسنا نظرية فحسب، بل كانت أيضا عملية ويدوية. فبالنسبة للشباب فقد تعلمنا كيفية تصليح المنازل وتصليح السيارات ومهارة تصليح الكمبيوتر وتقنية المعلومات. أما بالنسبة للبنات فقد تعلمنا مهارات الضيافة وتنظيم الحفلات والتصميم الجرافيكي. وبعد مرحلة التعلم أتى دور مرحلة التطبيق، فقد صقلنا هذه المهارة عبر الممارسة والبيع والمتاجرة، بالنشاط، بالمثابرة، بالإصرار، بالدقة، بالأمل، بالعلم وبالعمل. اكتشفت أن صوتي كمجرد طالب هو أعلى وأقوى بعملي وحلمي. أنجزت الكثير عبر غايته، وعلمت أن لا أستهين بقدراتي، بل أصقلها وأكسب منها. وعلى نهاية البرنامج تأكدت بأني أستطيع تحقيق الكثير في المستقبل. غايته جعلني أؤمن بقدراتي. حلمي بأن أكون كبيرا في عملي، حلمي بأن أكون منجزا في يومي، حلمي بأن أجسد حبي لوطني بعمل متميز. حلمي تحقق ولا زال يتحقق بثقة غايته. وأنا الآن مستعد لأقدم لك يا وطني حبا، عملا، أملا لغد مشرق بسواعد شباب غايته.